وبالعودة إلى تطورات الأوضاع في إدلب سوريا، انضم إلينا من دمشق العميد تركي الحسن الباحث في الشؤون الاستراتيجية. أهلا بكم سيادة العميد، كيف تشرح لنا بداية ما يجري في سراقب؟ هل المسألة تتعلق بعمليات كر وفر بين الجيش السوري والقوات المدعومة تركيا، أم أن مسألة سيطرة الجزئية أو الكلية لفصائل المعارضة المدعومة من تركيا على سراقب هي عارية تماما من الصحة؟ التحية لكم وللسادة المشاهدين. أنا أعتقد أن حياك الله. سراقب تعرضت لهجمات متكررة بالأمس من قبل المجموعات الإرهابية، استخدمت فيها السيارات المفخخة والإنغماسيين، وتم دفع مجموعات من الانتحاريين باتجاه سراقب، وتمكنوا من الدخول من الجهة الشمالية الغربية من سراقب إلى الداخل، وتم التعامل معهم، والجيش السوري استطاع السيطرة على الموقف مجددا. من يقف وراء الهجوم على سراقب هي عبارة عن تركيا، يعني القوات التركية التي تقدم الإسناد المدفعي بشكل كامل وتدفع، حتى هناك بعض القوات الخاصة التي تساند أو تقاتل إلى جانب المجموعات الإرهابية، وبعضهم من يقتلون أثناء الهجمات التي يقومون بها. الآن الوضع في إدلب تحت السيطرة، تمت السيطرة عليه، نعم دخلوا إلى إدلب، ولكن من دخل لم يخرج لأنه تم استيعاب هذا الهجوم، وتم قتل جميع من دخل إلى المنطقة. وأعتقد أن الآن السيطرة، يعني الاشتباكات تجري في المزارع الشمالية والغربية التي تقع حول سراقب. نعم. الجبهة الثانية التي يتم العمل عليها بفعالية كبيرة، والتي تم خلال أمس واليوم تحرير 43 قرية وبلدة، هي عبارة في جبل الزاوية وفي منطقة سهل الغاب، يعني تم فتح جبهتان هناك. الجبهة الأولى هي عبارة عن استمرار في جبل الزاوية من السيطرة على كفر عويد، والاستكمال السيطرة على جبل شحشبو، وتطويق نقطة المراقبة التركية في شيرمغار. كما تقدمت قوات من خلال سهل الغاب، يعني المحور الشرقي بدءا من قلعة المضيق وباتجاه الشمال وصولا، وحررت هناك 7 قرى. والتقت القوات في جبل الزاوية مع القوات التي تقدم في سهل الغاب. وأعتقد إذا هذه المعارك سيادة العميد في سهل الغاب، وربما الآن معظم ريف حماة الشمالي الغربي هو مناطق محررة من الجيش السوري، إضافة إلى المناطق في ريف إدلب الجنوبي. كيف ستؤثر على المعركة الكاملة ومعركة استعادة السيطرة على محافظة إدلب بشكل كامل؟ القوات التي تعمل في سهل الغاب الآن تحرر ما تبقى من ريف حماة الشمالي الغربي، أما القوات التي تعمل في جبل الزاوية فهي في الاتجاه الجنوبي من جبل الزاوية، وتعمل على إنهاء المجموعات الإرهابية في هذه المنطقة. أعتقد أنها يمكن أن تتقدم في جبل الزاوية على محورين، محور باتجاه يعني أحسم، يعني من خلال وهذا الأمر يتم من خلال السيطرة على كنصفرة والبارة باتجاه أحسم إلى جبل الأربعين، وجبل الأربعين يقع فوق أريحة، وبالتالي يسيطر على الطريق M4. والمحور الثاني يمكن أن تتقدم باتجاه اللج على محنبل وتقطع طريق، أيضا هدفها الوصول إلى M4. والقوات التي تقدم من الغاب ستستكمل المسار باتجاه الشمال وصولا إلى الفريكي، وبالتالي شرق جسر الشغور، وهدفها أيضا الوصول إلى M4. والقوات التي تقاتل في سراقب كانت تدافع عنها، ثبتت النقاط، وبالتالي هي أيضا تؤمن الطريق M5 M5، وحتى تسيطر على طريق M4. أعتقد أننا في اليومين القادمين نحن أمام مشهدية جديدة، خاصة أن الموقف الروسي المعلن أو الذي أعلن اليوم أن لا قمة، لا لقاء، لا في اسطنبول، لا قمة رباعية. وبنفس الوقت كما صرح الرئيس بوتين بقوله: أنت من أدخلت هذه المجموعات
إلى تركيا كان بقدرتك أن إلى سوريا كان بقدرتك أن تدخلهم، طبعا هو يخاطب الرئيس أردوغان، وأنت تستطيع إخراجهم وألا سيتم سحقهم من قبل الجيش العربي السوري، وبنفس الوقت سنقوم بمؤازرة الجيش. نعم، الخبير العسكري والاستراتيجي العميد تركي الحسن، كنت معنا من العاصمة السورية دمشق، شكرا جزيلا لك.